رسالات الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الحضور الكريم، أسعدكم الله بكل خير. أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للسيد مدير المدرسة العليا للأساتذة بالرباط دكتور محمد كروم على إشرافه الشخصي على هذا اللقاء العلمي والثقافي الذي تحتضنه المدرسة العليا للأساتذة، هذه المؤسسة الأكاديمية العتيدة التي تخرج منها أجيال من المدرسين والباحثين الذين شكلوا على مدى تاريخ المغرب المعاصر رافعة أساسية للتعليم والتربية والتكوين في بلادنا. وأتشرف على المستوى الشخصي كوني واحد من هؤلاء الخريجين، ذلك أنني ولجت هذه المؤسسة العامرة سنة 1999، ومعنا يعني أستاذي العزيز الفاضل سي محمد الملاحي، وكان من بين الأساتذة الفضلاء الذين درسوني في هذه المؤسسة خلال هذه الفترة. وأنا أتشرف كثيرا بكوني من خريجي هذه المؤسسة. أود أيضا أن أشكر شعبة اللغة العربية في شخص رئيسها الصديق العزيز دكتور إسماعيل المساوي، كما أشكر المنسق البيداغوجي لمسلك الفلسفة الصديق العزيز الدكتور محمد شيغر على ما بذله معنا من جهد في الإعداد والتنظيم. والشكر موصول أيضا لماستر تأويليات الخطاب والتواصل في شخص منسقه الأستاذ أحمد بوعنان، ولنادي البحث العلمي والتنشيط التربوي والثقافي في شخص الصديق العزيز الباحث الجاد آدم أيت بن العسل الذي بذل جهدا كبيرا في التنظيم والتنسيق، وهو الذي دأب على تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية التي استضاف خلالها شخصيات موازنة في المشهد الثقافي المغربي. شكرا أيضا لأصدقائي الأساتذة الباحثين الذين شرفوني بمشاركتهم في هذه الندوة وبالمداخلات القيمة الرصينة التي تفضلوا بها بخصوص كتابي الكتابة النقدية عند محمد بن رادا المرجعية والخطاب، وهي المداخلات التي استفدت منها كثيرا وأضاءت لي ربما الكثير من الجوانب التي لم أفكر فيها عندما كنت بصدد تأليف هذا الكتاب. شكرا لأستاذي العزيز عبد الرحمن طنكول. وعبد الرحمن طنكول وجه أساسي وعلامة أساسية من علامات الثقافة المغربية الحديثة، ونحن نتحدث عن هذا الانفتاح الذي تعرفه الثقافة المغربية الحديثة على المناهج النقدية الغربية أساسا، يعني يعد هنا الأستاذ عبد الرحمن طنكول يعني علامة أساسية، لأنه أيضا كان في مرحلة أساسية سباقا إلى فتح النقد المغربي على مجموعة من المناهج. وعلينا أن نتذكر هنا دوره الأساسي جدا سواء بالنسبة لبارتس أو بالنسبة لنظرية التلقي في العدد الهام الذي أصدره اتحاد كتاب المغرب من خلال مجلته آفاق حول نظرية التلقي. وللصديقين العزيزين دكتور محمد داهي والدكتور يوسف توفيق، وشكرا أيضا للصديقين العزيزين إسماعيل المساوي ومحمد الشيغر. أود أيضا أن أشكر الأصدقاء والصديقات أساتذة وباحثين وطلابا ممن شرفوني بحضورهم لهذه الندوة، لكم جميعا عميق التقدير والاحترام. بالطبع يعني لا يمكنني في هذه الكلمة أن أتحدث عن كتابي، لأن علاقتي بكتابي يعني انتهت بمجرد ما صدر هذا الكتاب وأصبح بطبيعة الحال ملكا بالنسبة للقارئ، فهو وحده الذي يستطيع أن يحكم على هذا العمل النقدي، وهو وحده الذي يستطيع أن يتمم أو يعني أن ينتقد أو أن يضيء أو أن يكشف ما ورد فيه من أفكار وتصورات. ولذلك لا يمكنني أن أتحدث عن هذا الكتاب وأن
يعني أقف عندما يعني تناولت فيه عبر فصوله وأقسامه المختلفة. ولكنني أود في هذه الكلمة وسأكون مختصرا جدا، أود فقط أن أشير إلى أن هذا الكتاب يعني الذي صدر سنة 2020 ظهر في مرحلة يمكن أن نلاحظ فيها على مستوى النقد العالمي وخاصة النقد الأوروبي والأمريكي، ومن المعروف أن النقد العربي يعني منذ ستينيات القرن الماضي بدأ يتشكل ويتأسس في إطار المثقف، وبالتالي فإن علاقة النقد العربي الحديث بمناهج النقد الغربية هي علاقة أساسية لا يمكن تجاهلها ولا يمكن غض يعني أو عدم الاهتمام بها إذا ما أردنا أن نفكر في هذا النقد من جديد، سواء من منظور نقد النقد أو من المنظور الذي أشار إليه سابقا الأستاذ عبد الرحمن طنقول فيما يتعلق بالأعمال ذات الطبيعة المونوغرافية. إذا يعني مسألة المثقفة تحضر بقوة، وأنا أتصور بأن هذه المثقفة لا تشكل بطبيعة الحال حالة قصور بالنسبة للنقد العربي، لأننا نعرف مع إدوارد سعيد أن النظريات تهاجر، تنتقل من مكان إلى مكان وتهاجر في الزمن، وبالطبع عندما تهاجر يحدث لها الكثير من ضروب التغيير والكثير من ضروب التحول. الإشكال الذي ينبغي أن نطرحه هنا هو ما الذي يحدث لهذه النظريات عندما تنتقل من سياقاتها الغربية إلى السياقات العربية؟ كيف استطاع النقاد يعني المغاربة أو العرب أن يفكروا من خلال هذه النظريات في يعني مجموعة من القضايا والأسئلة التي تطرحها الثقافة العربية ويطرحها الأدب العربي؟ وأنا أعتقد أن التفكير في محمد بن رادة يعني من هذا المنظور يندرج في هذا الصميم، بمعنى إذا كان محمد بن رادة قد انفتح على مناهج النقد الغربية، إذا كانت المثقفة قد شكلت الأساس أو نقطة الارتكاز التي استند إليها محمد بن رادة في مفهومه حول الأدب المغربي، وبالمناسبة نلاحظ بأن هذا المفهوم بدأ يتشكل خلال أوائل الستينيات من خلال جيل من الأساتذة الجامعيين، وقد أشرت إلى هؤلاء الأساتذة في الكتاب الذين كان لهم يعني حضور قوي وكان لهم في الحقيقة تصور يمكن أن ننظر إليه على أساس أنه منعطف في تلك المرحلة. وأنا أتصور أن هذه نقطة أساسية ينبغي للباحثين والنقاد المغاربة أن يعودوا إليها فيما يتعلق بالثقافة المغربية في هذه المرحلة، لأننا عندما نراجع مفهوم الأدب يعني كما حاول هؤلاء النقاد أو هؤلاء الأدباء أن يصوغوه يعني خلال مرحلة الستينات، سواء في إطار مجموعة أنفاس يعني المجلة الشهيرة التي تشكل حدثا أساسيا في يعني الأدب المغربي، والأستاذ بالمناسبة الأستاذ عبد الرحمن طنقول هو من بين يعني الباحثين المغاربة يعني القلائل أو ربما هو الباحث الوحيد الذي أنجز يعني أطروحة حول هذه المجلة التي شكلت حدثا أساسيا، وهي أطروحة دبلوم الدراسات العليا بالفرنسية أنجزها في باريس حول الدور الذي اطلعت به هذه الحركة الأدبية والثقافية في المغرب الحديث خلال حقبة الستينات. إذن لا بد أن نعود إلى هذه المرحلة، لا بد أن نفكر فيها، ليس بمعنى يعني إعادة إنتاج ما أنتج سابقا، وإنما كيف يمكن أن نفكر في هذه المرحلة انطلاقا من زمننا نحن، أي في هذه المرحلة التي تعرف فيها مناهج النقد وتعرف فيها النظرية الأدبية أسئلة كثيرة. وقد أشار الزملاء الأساتذة في مداخلاتهم إلى مجموعة من الأسئلة التي تطرح اليوم، من بين هذه الأسئلة السؤال المتعلق بالنقد، لماذا نكتب النقد؟ هل هناك حاجة اليوم إلى الناقد الأدبي؟ الناقد الإنجليزي رونالد ماكدونالد كتب كتابا بعنوان موت الناقد، وشكل هذا الكتاب الذي صدر سنة 2014 في ترجمة للناقد الفلسطيني فخري صالح، شكل طرح هذا الناقد سؤالا أساسيا، هل هناك حاجة اليوم للناقد إذا أخذنا بعين الاعتبار أن دور الناقد اختفى أمام وسائل التواصل الاجتماعي، لأن القراء أصبحوا يصلون إلى الكتب بشكل مباشر، وبالتالي يستطيع القارئ أن يصوغ رأيه، وبالتالي لم نعد نحتاج إلى هؤلاء النقاد الذين كانوا يشتغلون في مرحلة من المراحل على شكل جسد
أو محطة عبور للوصول إلى يعني الكتاب. أيضا لابد أن نفكر في هذه المرحلة، وبالطبع يعني محمد بن رادة يعد موقعه أساسيا، لابد أن نفكر في هذه المرحلة وأعيننا منفتحة على الأسئلة المطروحة في السياق الثقافي العالمي اليوم فيما يتعلق بالأدب والثقافة. هناك نلاحظ اليوم مثلا في فرنسا النقاد الذين أو المفكرون الذين يتناولون النقد الأدبي في فرنسا اليوم أغلبهم ينتمي إلى حقل الفلسفة وإلى حقل الاجتماع، علم الاجتماع، ويطرحون أسئلة تتعلق بما يسمى بالوظيفة التدخلية للأدب. أصبحنا اليوم نتحدث عن دور جديد للأدب، ما يسمى بالدور التدخلي، كيف يسهم الأدب في ترميم العالم، يعني هذا العالم الذي تتعرض فيه القيم الأساسية التي ناضلت البشرية من أجل إرسائها ومن أجل تثبيتها، قيم التعايش، قيم الحوار، قيم الاعتماد المتبادل، كل هذه القيم تتهاوى اليوم. كيف يمكن للأدب أن يطلع بهذا الدور وبالتالي يسهم في ترميم هذا العالم؟ إذن أتصور أن التفكير في محمد بن رادة وفي يعني الخطاب النقدي الذي أنتجه، وهو يستفيد من سوسيولوجيا الأدب، يستفيد من نظرية باختين، يستفيد من غرامشي، يستفيد من إدوارد سعيد في مرحلة مبكرة. وبالمناسبة محمد بن رادة إلى جانب أحمد زنيبر ومولود معمري كتبوا سنة 1963 كتابا مهما حول فرانس فانون، فرانس فانون أو معركة الشعوب المتخلفة. ونحن نلاحظ اليوم في إطار دراسات ما بعد الكولونيالية كيف نجد مثلا الكثير من النقاد في المشرق وغير ذلك يتحدثون عن هذا الإبدال الجديد، بينما نجد محمد بن رادة كان في مرحلة مبكرة جدا في أوائل الستينات، كان محمد بن رادة واعيا بالأهمية والانزياحات التي تمثلها مفاهيم غرامشي فيما يتعلق بقراءة الأدب قراءة مغايرة. إذن أتصور بأن يعني الكتاب النقدي عند محمد بن رادة عندما نضعه في هذا السياق الذي تشهد فيه الدراسات الأدبية اليوم يعني تحولا عميقا، وتواجه من خلاله أسئلة يعني مهمة جدا وعميقة جدا تتعلق بدور يعني الدراسات الأدبية، دور النقد الأدبي، دور الأدب، عندما نفكر في محمد بن رادة انطلاقا من هذه الأسئلة يتبدى لنا أن الثقافة المغربية الحديثة كما تبلورت خلال حقبة الستينيات وتطورت على مدى السبعينيات والثمانينيات وصولا إلى مطلع الألفية الثالثة تحتاج منا كباحثين ودارسين ونقاد يعني الرجوع إليها من جديد، ولكن الرجوع إليها مسلحين بهذه الإمكانيات التي تقدم لها لنا النظرية الأدبية يعني في منعطفها الجديد، خاصة المنعطف الذي استفادت فيه هذه النظرية من جهود النقاد يعني الذين ينتمون إلى ليس فقط إلى الفضاءات الغربية وإنما ينتمون إلى فضاءات عالمية. وأنا أريد أن أشير هنا مثلا إلى مدرسة التابع في الهند، يعني هذه المدرسة التي أحدثت منعطفا عميقا جدا في الهند فيما يتعلق بإعادة كتابة تاريخ الهند من منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار إسهام البسطاء، الفلاحين البسطاء، إسهام يعني الواقع السفلي في المجتمع. ونحن نلاحظ بأن يعني المثقفين المغاربة في حقبة الستينات كانوا يدافعون عن مفهوم الثقافة المضادة وعن مفهوم النقد المضاد، وهذا المفهوم بالطبع يجد سنده أو يجد مرتكزه بالطبع في يعني الكيفية التي تستطيع بها الثقافة أن تعبر بطبيعة الحال عن هموم هذه يعني الفئات الواسعة. إذا لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه المساهمة يعني القوية التي يقدموها نقاد بطبيعة الحال تمرسوا وخبروا النظرية النقدية الغربية من خلال دراساتهم في الجامعات الغربية، ولكنهم ينتمون إلى فضاءات يعني أو أصولهم غير غربية، ومنهم مثلا النقاد ينتمون إلى الشرق الأوسط، يمكن أن نشير هنا مثلا إلى الناقد الفلسطيني الكبير إدوارد سعيد، يمكن أن نشير إلى الناقد الباكستاني إعجاز أحمد، نشير أيضا إلى الناقد البنغالي أمي بابا ومواطنتها ياتاريس بيباك، وأسماء عديدة من هؤلاء النقاد الذين
يعني استطاعوا أن يضخوا في النظرية الأدبية والنقدية دمًا جديدًا، وبالتالي أن يفتحوا أفقها على أسئلة جديدة. أعتقد أنه عندما يعني ننفتح على هذا التصور يتبين لنا أيضًا أن النظرية الأدبية يعني لا يمكن فقط أن ننظر إليها انطلاقًا من نسبتها إلى قومية معينة. اليوم نلاحظ بأن النظرية الأدبية أصبحت كونية، أصبحت عالمية. يعني مثلا عندما نتحدث عن السرديات لا نقول السرديات الفرنسية، ولكننا نتحدث عن السرديات هكذا دون نسبتها إلى فرنسا أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عندما نتحدث مثلا عن الدراسات الثقافية أو غير ذلك، إذا هذه النظرية أصبحت اليوم تأخذ بعدا عالميا، بعدا كونيا. الإشكال الذي ينبغي أن يطرح هو كيف يمكن أن تساهم الثقافة العربية، كيف يمكن أن يساهم النقد العربي والنقد المغربي من موقعه الخاص، كيف يمكن أن يساهم في إطراء هذه النظرية. وأنا أتصور أن الثقافة المغربية يعني عبر تاريخها الحديث، وعلى الرغم من أن انفتاح الثقافة المغربية على الحداثة هو انفتاح يعني زمنيا يعد قصيرا جدا إذا قارناه مثلا بمصر. مصر عرفت الحداثة منذ أواسط القرن 18، وعرفت المجلات منذ أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، ولكن الثقافة المغربية بدأت تنفتح على هذه الأسئلة تقريبا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كان يطرح في شمال المغرب، وخاصة في العرائش بعض الحركات الثقافية التي كانت في الحقيقة رائدة في طرح مفهوم جديد للأدب. سوف نجد بأن مرحلة الستينات هي المرحلة التي بدأ فيها هذا الانفتاح على أسئلة الحداثة وأسئلة يعني الكتابة الأدبية بمنظور جديد، كما يعني طرح ذلك في كتاب بيان كلاب الحراسة وصانع القيم. إذا من هنا يعني حتى لا أطيل يمكن أن أقول بأن كتاب محمد بن رادة يندرج في هذا السياق، في هذا الإطار، إطار إعادة التفكير في الثقافة المغربية الحديثة، ولكن انطلاقا من أسئلة آنية، انطلاقا من أسئلة مطروحة اليوم في السياق النقدي العالمي. وبالمناسبة الناقد المغربي الأستاذ عبد السلام ناظم ترجم سنة 2020 كتابا مهما جدا للناقد الفرنسي ألان فيان، والكتاب هو عودة تاريخ الأدب. وإذا عدنا اليوم إلى فرنسا سوف نلاحظ بأن هذا السؤال مطروح بقوة. يعني نجد اليوم في فرنسا هناك عودة لتاريخ الأدب، يعني الكثير من الأعمال والكتابات التي يعني كتبت في هذا السياق يعني تؤكد على الدور المحوري الذي طلع به تاريخ الأدب، لأن تاريخ الأدب في الحقيقة هو الذي تأسست في إطاره النظرية الأدبية بالمعنى الحديث. مناهج النقد الحديث تأسست مع تاريخ الأدب، ويعني سواء في المدارس الثانوية أو في الجامعات. ولكن اليوم نلاحظ بأن النظرية الأدبية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا نجد أن هذا السؤال يطرح من جديد. ولكن عندما يطرح هذا السؤال من جديد لا يطرح بمعنى العودة إلى ما أنتج مع إيبوليتان وسانت بوف ومدام ديستال أو لانسون أو غير ذلك، ولكنه يطرح بمنظور جديد بشكل يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت على مفهوم الأدب وعلى مفهوم الثقافة ومفهوم النقد. ولذلك يعني ليس من الطبيعي أو ليس من الغريب أن نلاحظ اليوم سواء على مستوى النقد العربي أو على مستوى النقد المغربي كيف أن مجموعة من الباحثين والدارسين يعودون إلى يعني بعض العلامات النقدية التي طلعت في مرحلة يعني مهمة جدا سواء من تاريخ الثقافة العربية أو المغربية بدور أساسي في إرساء هذه المناهج في الجامعة المغربية. وبالمناسبة الجامعة المغربية دورها محوري في هذا المنعطف الذي عرفته الثقافة المغربية بنفس القدر الذي اطلعت به المؤسسات الثقافية وخاصة اتحاد كتاب المغرب من خلال مجلته آفاق، وأيضا من خلال مجموعة من المجلات المستقلة، وقد أشرت يعني قبل قليل إلى مجلة أنفاس وأيضا إلى مجلات أخرى عديدة جدا اطلعت بدور أساسي
في يعني تحديث الثقافة المغربية. أولا يعني أريد أن أختم هذه المداخلة بأن أجدد شكري يعني العميق للسيد مدير يعني المدرسة العليا للأساتذة يعني على في الحقيقة هذه المبادرة وهذا يعني الإشراف والتأطير يعني الشخصي لهذه يعني الندوة حول كتاب الكتابة النقدية عند محمد بن رادة. أشكر زملائي الأساتذة في هذه المؤسسة العتيدة يعني السي المساوي والسي الشيقير والسي عبد القادر بقشة السي الملاحي السي البوعناني كل أساتذة في الحقيقة الذين رحبوا بي. وفي الحقيقة أنا سعيد جدا بالعلاقة الوطيدة التي امتزجت بيني وبينهم يعني من خلال يعني العمل الذي قمت به مع طلاب إجازة الفصل الرابع، وكانت فرصة رائعة وهي مناسبة أن أشكر هؤلاء الطلاب لأن منهم الكثير يحضروا معنا في هذه يعني الندوة. أشكر أيضا زملائي الأساتذة يعني النقاد السي عبد الرحمن طنكول السي محمد الداهي رائد السيميائيات الثقافية في المغرب وفي العالم العربي الذي يطلع بدور أساسي في إخصاب يعني الممارسة النقدية وفي إخصاب الممارسة البحثية بالانفتاح بفتح السيميائيات على مرجعيات متعددة. أيضا الأستاذ الدكتور يوسف توفيق الصديق العزيز الباحث الجاد أيضا والرصين الذي يعني وأنا أتفق مع ما أشار إليه الأستاذ عبد الرحمن طنكول الذي يتميز بهذا الأفق يعني التعددي، هذا الأفق يعني المتنوع، هذا الأفق الحواري الذي نحن في أمس الحاجة إليه. وقد أشار هو عند تقديمه لمداخلتي أشار إلى عالم رابلي. في الحقيقة هذه الإشارة مهمة جدا لأن عالم رابلي هو عالم الشيء ونقيضه، هو عالم الحوارية، والحوارية ليست سوى أن نقول الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. ويعني أيضا كتابي إذا جاز لي أن أصفه يمكنني أن أصفه أيضا بأنه محاولة لاقتراب من عالم برادة النقدي، لأن برادة لديه عالم خاص فيما يتعلق بالنقد، خاص في أسئلته وخاص في همومه وخاص في انشغالاته وخاص أيضا في نظرته ومفهومه للأدب. إذا أشكر كل الأصدقاء طبعا الحال السي المساوي والسي الشيقر أيضا على المداخلتين يعني القيمتين، مداخلة السي الشيقر ذات الأفق الفلسفي الأفق الجمالي وهذا جانب مهم جدا. يعني طالما أشدد أنا على هذه المسألة سواء في حواراتي مع أصدقائي أو في يعني حواراتي مع طلابي أشدد على هذه المسألة، مسألة الانفتاح على الفلسفة. لا يمكننا في واقع الأمر أن نفهم الأدب، لا يمكننا أن نوسع الرؤية يعني إلى ما يتوي ما وراء الأدب إذا لم نستند إلى الفلسفة. والنظرية الأدبية اليوم تتطور في الحق في الواقع من خلال يعني ما تقدمه الفلسفة من خلال اجتهادات مجموعة من النقاد والدارسين. أيضا يعني مداخلة السي المساوي التي انطلقت بطبيعة الحال من واقع النقد العربي والمناهج النقدية وأهمية هذه المناهج وكيف أساهمت في تطوير مفهوم الأدب والنقد في ثقافتنا. ولا أنسى بالطبع أن أشكر آدم يعني الباحث الجميل والجاد وأتمنى له المزيد من يعني العطاء والمزيد من التألق. وأشكر يعني أصدقائي الأساتذة وأستاذي السي الملاحي وطلبتي وكل الأصدقاء الذين تجشموا عناء يعني الحضور في هذه الجلسة، وشكرا جزيلا.